السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بطلاب نادي اللغة الإنجليزية في اللقاء الثالث. إن شاء الله الأبطال بيكون عندنا مراجعة للدرس السابق، ويكون عندنا درس جديد وسهل إن شاء الله، ويكون عندنا بعض التدريبات وبعض الأنشطة على جروب الواتساب. نبدأ بمراجعة الأبطال. قلنا أول شيء بيكون في الجملة، أو أول شيء بيجي في راسي لما أكون الجملة، اللي هو السبجكت اللي تبدأ به كلامك، تمام؟ وقلنا السبجكت بيكون ضمائر أو أسماء. ضمائر زي I اللي هي معناها إيش؟ أنا. She يعني هي. He يعني هو. We يعني نحن. They يعني هم. You يعني أنت أو أنتي أو أنتم، تستخدمها للشخص أو للمجموعة اللي أنت بتكلمها. It لغير العاقل المفرد، زي الكتاب، زي البن، زي البنسل. أو ممكن تبدأ كلامك باسم شخص، زي اسم علي، أو اسم مكان، أو اسم شيء، زي my home, my pen, my pencil. okay. ويتكلمنا أبطال عن I am. وقلنا ما يصلح تقول I am وأسكت ما أكمل كلامي، طبعا لا. I am يجيك بعدها معلومات شخصية زي الاسم، العمر، الوظيفة. يعني لو بتقول اسمك ما ينفعش تقول I مثلا علي، لا، أقول I am علي. طب لو بقول عمري ما ينفعش أقول I 8، لا، أقول I am 8، وهكذا، تمام؟ ونفس الفكرة قلنا أيضا is زي am بالضبط في اللي بيجي بعدها، يعني بيجي بعد is الاسم والعمر والوظيفة الجنسية، ولكن is بيجي قبلها he, she, it واسم مفرد. لكن طبعا am زي ما درسنا بيجي قبلها I، تمام؟ يعني لو بقول مثلا هو علي ما ينفعش أقول he علي، لا، أقول he is علي. طيب عايز أقول هو مثلا a teacher، هو معلم، ما ينفعش أقول he a teacher، لازم أقول he is a teacher. ده التركيب النحوي أو التركيب القواعد السليم للجملة، تمام؟ نحلق في سما الأمجاد، نردد سيرة الأجداد، نسير إلى غد زاهد بخير وقودنا وعتاد، بخير وقودنا وعتاد. طيب نكمل اليوم يا أبطال مع إذ. أول شيء نتفق إن إذ بستخدمها للمفرد. إذ بستخدمها للمفرد، يعني ممكن يجيك قبلها مفرد أو يجيك بعدها مفرد، يعني هي بشكل عام بستخدمها للمفرد. إيه لو جاي، لو يعني لو جاء قبلها شيء بيكون مفرد، زي هي، شي، ات، او اسم مثلا علي، ماي هوم. ولو جاء بعدها شيء ايضا بيكون مفرد. طبعا في اشياء تانية، لكن احنا الحين بنتكلم عن بعض المهارات الأساسية اللي احنا نحتاجها في المرحلة العمرية اللي احنا فيها. يبقى از يا ابطال بستخدمها للمفرد، يعني يجيني قبلها مفرد ويجيني بعدها مفرد. طيب كلمة وير، وير يعني أين، وير يعني أين، تمام؟ طبعا الـ H بكلمة وير ما بنقولها. طيب كلمة وير معناها أين، احنا بنستخدمها نسأل بها عن المكان، تمام؟ يبقى كلمة وير معناها أين، بستخدمها بسأل بها عن المكان. طيب ممكن أسأل بها عن مكان، يعني أقول مثلا فين البنك، أقول where is the bank، تمام؟ ممكن أسأل عن مكان شخص، عايز أقول مثلا فين my dad، أو فين مثلا علي، تمام؟ يبقى كلمة where معناها أين، بستخدمها أسأل بها عن مكان، زي مثلا أقول where is the bank، أو أستخدمها أسأل بها عن مكان شخص، عايز أقول مثلا فين أحمد، أو أين أحمد، أقول where is أحمد، أوكي؟ أو ممكن أستخدمها عشان أسأل بيها عن مكان أغراضي، عايز أقول فين كتابي، فين مثلا حقيبتي، فين البين بتاعي، فين البنسل حقي، تمام؟ تاني أبطال، كلمة وير معناها أين، بسأل بيها عن مكان زي البنك مثلا، أو بسأل بيها عن مكان شخص، أو بسأل بيها عن المكان الأغراض حقتي، تمام؟ طيب نكمل. إحنا من شوية قلنا إز بستخدمها للمفرد ولا للجمع؟ أيوة بنستخدمها للمفرد. طيب أنا لو قلت أو لو بدأت كلامي بوير وجاك بعدها إز، معنى كده إن هيكون هنا في اسم مفرد، يعني وير
بستخدمها للمكان، مكان الشخص أو مكان الشيء أو مكان زي البنك زي الهوسبيتال. طيب وإز بنستخدمها للمفرد، يعني لو استخدمنا التركيب اللي هو وير إز يعني كده أنا بسأل عن شيء أو مكان مفرد. طيب نشوف الأمثلة هنا، بقول مثلا وير إز ماي بين، فين القلم حقي، يبقى أنا بسأل عن شيء واحد مفرد فاستخدمت التركيب وير إز ماي بين. طيب لو أنا بسأل عن ماي داد عايز أقول أين والدي، فإيش بقول؟ أقول وير إز ماي داد. مرة تانية طب بسرعة، قلنا إز بستخدمها للمفرد يعني بيجيني قبلها مفرد بيجيني بعدها مفرد، يعني هي بستخدمها للمفرد بشكل عام تمام. وقلنا في أشياء تانية بس إحنا ما نحتاجها الحين. طيب خدنا كلمة وير قلت بسأل بها عن المكان، مكان شخص أو مكان أغراضي أو مكان زي البنك زي الهوسبيتال اللي هي المستشفى. طيب لو أنا بسأل عن مكان واحد بس يعني مكان شيء واحد هستخدم where is، where is my pen، where is my dad، where is my pencil، where is my bag. أوكي طيب ممكن أسأل عن مكان أقول where is the bank يعني فين البنك، where is the hospital فين المستشفى تمام. طيب عايز أسأل عنه هو أقول where is he أين هو، where is he. طيب عايز أسأل عنها هي where is she، where is she. أوكي طيب يبقى يا شباب قلنا is بستخدمها للمفرد تمام. طيب بيجي كلمة تانية عكس is بستخدمها للجمع هي كلمة are، كلمة are، are بستخدمها للجمع يعني ممكن يجيني قبلها جمع ممكن يجيني بعدها جمع. طيب لو قلنا where are هل هنا بنسأل عن مفرد ولا عن جمع؟ أيوة هنا بنسأل عن جمع يعني بتسأل عن أشياء كثيرة. زي إيش مثلا؟ لو بتسأل عن الأقلام حقتك أقول where are my pens، where are my pens فين أقلامي. ممكن أقول مثلا where are أحمد and علي، فين أحمد وعلي تمام. مرة تانية أقول where is بستخدمها بسأل بيها عن شيء واحد مفرد، أقول مثلا where is my dad، where is my pen، where is the bank. طيب where are بسأل بيها عن جمع، أقول مثلا where are my pens فين أقلامي، where are my pencils فين أقلام الرصاص، where are أحمد and علي فين أحمد وعلي. شكرا لكم يا أبطال، أتمنى مراجعة الدرس جيدا وأتمنى المشاركة في الأنشطة اللي بتكون موجودة في جروب الواتساب. goodbye. آه 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 آه